بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هلو، في حدا سامع؟ المفروض في عنده 5 طلاب موجودين. أين أنت يا حذيفة؟ سنابل، سامعينك دكتور. عبد الله، صباح الخير دكتور. صباح النور، ملاك، نعم دكتور، الله يعطيك العافية. وين حذيفة؟ الله يعافيك يا رب. حذيفة نقر ورجع كمل نومته. وين عبد الله نعامني؟ معك دكتور، معك. معاي؟ طيب خليك صاحي. طيب اليوم نكمل في موضوع الـ Analysis of Sequential Circuits. وصلنا في الحصة الماضية كيف نحلل دوائر Sequential تعتمد على الـ D-Type Flip Flops. وكانت عندنا الدائرة هذه في الحصة الماضية، وقلنا انه تحليل الدوائر التعاقبيه او السيكونشال سيركت معناه ان تعرف مجرى عملها، كيف تتنقل بين الستيتس. وقلنا الستيت تعني حاله الميموري اليمنتس اللي فيها، الكيوز اللي هون. عند تحليل دوائر سيكونشال يجب ان تعطي لكل فليب فلوب رمز مختلف عن الاخرى. هنا الاتم تبع هذه سميناه A والاتم تبع هذه سميناه B. فالستيت تمثل الحالة تبعت الـ A والـ B. ما هو موجود على الـ A والـ B يمثل My State. فعند الـ A والـ B لهم 4 احتمالات، إما 0-0 وإما 0-1 وإما 1-0 وإما 1-1، وقلنا هذول كل واحدة منهم تسمى State. أوكي؟ الآن أنا أريد أن أعلم والله حالة الـ 0-0 وين بتروح؟ في حال كان الاكس صفر وفي حال كان الاكس واحد. شو الستيت اللي بتروح عليها؟ تتنقل بيناتها. الستيت الزيرو ون اين تذهب؟ الستيت الون زيرو اين تذهب؟ يعني باعتمادا على الانبوتس. هذا اسمه تحليل الدوائر التعاقبية. اذا كيف بنحللهم؟ اما بنحاول نوجد معادلة للدي انبوتس، لازم طبعا تحاول تشوف الانبوتس على الدي. هنا في هذا المثال الانبوت راح يكون عباره عن الاكس اندد مع الاي، هاي الاكس اندد مع الاي، اور الاكس اندد مع البي، وممكن اكتبها بشكل اريح اكس اندد مع الاي اور بي. بالنسبة للدي بي عبارة عن جايين عندي أنا من الأي بار، هذا الأي بار طبعا، إذا كان هذا الأي فهذا الأي بار، إذا كان هذا البي فهذا البي بار. عند البي أي بار جايت لهون ومعمولة أندنج مع الإكس، فهذا بنطيني الدي البي الدي بي اللي هو نفسه النكس ستيت للبي. قلنا الدي هي أسهل لفليب فلوبس، لأن اللي بتحطه على الدي بيظهر على الكيو مع النكست كلوك سايكل. فعلشان هيك النكست ستيت بالنسبه للدي فليب فلوب فيري سمبل، اللي موجود على الدي هو اللي بيظهر على الاي او على البي. الواي اتموت هذا يا اخوان بنلاحظ انه في له اعتماد مباشر على الاكس. الاكس جايت لهون وعندي هون اكس برايم، وفي عندي هون الاي معمولها اورنج مع البي، فعندي هون جاييني من الاي من البي، هاي جاية وهاي جاية من الاي. هون عندي الاي اور بي، فالاتم اللي يطلع عندي هون راح يكون اكس برايم في اي اور بي. الان السؤال يا شباب اللي بدي اساله،
انه الاوتبوت على الاي والاوتبوت على البي ما بنشوف عليه تغيرات الا اذا اجاني بلس على الكلوك اللي هون والكلوك اللي هون. طبعا هذول they are synchronized مع بعض، يعني بنربط الكلوكس على كلوك سورس واحد وبالتالي التغيرات تحدث معهم مع بعض. That's why we call this synchronous sequential circuit، لانه الفليب فلوبس بتغيروا مع بعض. لان التغيرات على الاي والبي مشروطه بقدوم بلس. اذا تغير الانبوت على الاي او تغير الانبوت على البي ما له تاثير فوري الا بعد قدوم الكلوك بلس. واضح يا شباب؟ علشان هيك هذول الاوتبوتس بنسميهم سينكرونس اوتبوتس. هذول الاوتبوتس بنسميهم سينكرونس اوتبوتس. سينكرونس اوتبوتس. الان بالنسبه للواي بنلاحظ انه صحيح هي تعتمد على الـ A وتعتمد على الـ B وهذولا بتغيروش الـ A والـ B هذولا ما بتغيروا إذا إلا إذا جاني بلس، لكن معمولهم أنج مع الـ X والـ X إذا صار فيها تغير بتأثر مباشرة على الـ Y. لذلك هذا الـ Y مدام بيعتمد في تغيراته ممكن على الـ X مباشرة دون الانتظار لبلس، لانه مش بالضروره انه يتغير الاي والبي عشان يتغير فقط، ممكن اذا الاكس تغيرت يتغير والاكس ممكن تحدث في اي لحظه. لذلك هذا الاوتبوت عاده يسمى مور اوتبوت او اسينكرونس اوتبوت. مور يعني تسمية العالم اللي اكتشف هذه الحقيقة واعطاها هذه التسمية، يعني هو على اسم العالم مور، ونسميه ايضا asynchronous output. لانه ممكن التغيرات تحدث فيه بدون الحاجة لبلس، ممكن في اي لحظه من اللحظات يصير في عندي تغير على الاوتبوت واي. لذلك بنسميه احنا مور اوتبوت او بنسميه اسينكرونس اوتبوت. المفروض تعرفوا هاي التسميات يا اخوان، ممكن تجيكم في الامتحانات ونفهم معناها انه الاوتبوت واي هنا ممكن يحدث به تغير في اي لحظه بغض النظر عن قيمه الكلوك، هل اجاني كلوك او ما جانيش، لانه بيعتمد على الاكس والاكس دايركت انبوت على الواي بيأثر على الواي بشكل مباشر، لذلك الواي ممكن تتغير بأي لحظة. الآن بعد ما كتبنا الـ next state equations لكل واحد منهم نقدر نعمل التيبل الـ state table. الآن الـ state table اللي بحطه على الـ D هو اللي بكون عندي على الـ output. اللي بحطه على الـ D هو اللي موجود عندي، وممكن نكتب المعادلة هاي الـ A of T plus 1 تساوي الـ D تبعها اللي بيساوي AX or BX، وأنا أفضل أن أكتبها كما قلت قبل شوية أكتبها X في A or B حسب نقولكم ليش، حاول أكتبها هيك. اللي بعدها الـ B of T عبارة عن B prime أو الـ A prime في الـ X والـ Y مثل ما شفتوا X prime في الـ A or B. الآن عندما ملء التيبل سهل جدا إني أجي أقول الـ A of T plus 1 لما الـ X 0 راح يكون 0، فباجي لهون وبعبي whenever الـ X 0، عشان هيك أنا حطيت الـ X لحالها، بقول والله الـ A راح يكون 0 الـ next state دي. Whenever الـ X 0 الـ A راح يكون الـ next state له 0، فبروح على جميع الحالات اللي فيها الـ X 0 وبحط الـ A 0 أسرع. الآن متى الـ A next state بتكون 1؟ لازم يكون الـ X 1،
ولازم يكون احد طرفي الاي اور بي يكون واحد، يا الاي واحد يا البي واحد. فهنا انا ظل عندي بس الحالات اللي فيها الاكس واحد، بتطلع هل الاي او البي احدهم واحد، هنا ما فيش، اثنيناتهم صفر معناته النتيجه صفر. هنا عندي الاي والبي، البي واحد معناها النتيجه راح تكون واحد، هنا عندي الاي واحد وهنا عندي اثنيناتهم واحد، وهيك بكون عبيت للاي. واضح يا شباب؟ هلو هلو، واضحة واضحة دكتور. طيب بالنسبة للبي، خلينا نشوف البي، البي عبارة عن A برايم في الإكس، فلما بكون عند الإكس صفر برضو البي راح يكون صفر. وإذا الإكس واحد لازم تكون الـ A قيمتها صفر عشان يطلع نتيجة واحد، لأنه الـ A برايم ما بتكونش واحد إلا إذا الـ A صفر. فالحالات المتبقية بتطلع لما الـ A واحد، هنا الـ A صفر معناها راح يكون في عندي صفر. لا راح يكون واحد عفوا. هنا الـ A صفر راح يعطيني واحد. أوكي هنا الـ A صفر راح يعطيني واحد. بينما هنا الـ A قيمتها واحد، وبالتالي الـ A برايم راح يكون زيرو، وبالتالي الاثنين هذول راح يكونوا الأصفار. وبالنسبة للـ Y، الـ Y عبارة عن X برايم في الـ Y of T، فإذا الـ X واحد راح تكون أصفار. وين ما في الاكس واحد راح تكون صفر. مباشرة بعبيها، بدور على الاكس واحد وبحطه بصفار. واذا الاكس زيرو بدور على الاي اور بي يكون احدهم واحد. فهنا عندي الاي اور بي زيرو فراح يكون زيرو. الاي اور بي في البقية احد اطرافهم واحد، فالنتيجة راح تكون واحد. وهيك بنكون عبينا التروث تيبل او الستيت تيبل. لا ان شاء الله ما نكون غلطنا. الحمد لله لغايه الان الامور ماشيه تمام. واضح يا شباب كيف عبينا الستيت تيبل للدائره هذه؟ الو يا شباب، وي ار توكينج اباوت اناليسز، فاهمين؟ دكتور واضحه. طيب الان في عندي تمثيل اخر للستيت تيبل، تمثيل رسومي بنسميه احنا الستيت دايجرام. وعلشان ارسم الستيت دايجرام يفضل اني ارسم الستيت تيبل بطريقه اخرى، او اكتب الستيت تيبل بطريقه اخرى. الطريقه هذه بنحط النكس ستيت مره لما الاكس 0 ومره لما الاكس 1 لايك ذس، عشان هيك عملناها اربع اسطر. اوكي، وهي نفس المعادلات، يعني هاي اريح حتى، لانه انا ممكن استنبط مباشره من هنا لما الاكس صفر النتيجه راح تكون صفر، عشان هيك النكس ستيت للاي راح تكون زيروز كلياتها هون، لانه الاكس قيمتها صفر حسب المعادله هون. لما الاكس زيرو راح يكون الاي زيرو، فملء التيبل بكون اسهل، و رسم الستيت دايجرام شوي بعدها بكون افضل. هنا الواي بنلاحظ انها بتعتمد على الاكس برايم في A أو B، فإذا الـ X واحد بنلاحظ إنه صفر. لاحظ هون لما الـ X واحد، لما الـ X واحد بعبيها فورا بزيروز، لأنه حسب ما احنا شايفين هون الواحد برايم راح يكون صفر، والصفر and anything is zero. الآن لما بكون الـ X قيمته صفر، يعني في العمود هذا، بتعتمد على الـ A والـ B. إذا أي واحد منهم واحد راح يكون واحد، فهو الأور تبع الـ A أور B، فبنطيني ونز في ثلاث حالات. إذا هذه طريقة أخرى لتعبئة الـ State Table. الآن في طريقة أخرى لتمثيل الدائرة هذه بما يسمى State Diagram. إذا بناخذ الـ State Table اللي هي الطريقة الثانية للـ State Table اللي شفناها، وبنرسم دوائر تمثل الستيتس. انا في عندي الاي والبي لهم اربع ستيت، 00 01 1011، ثم ارسم كيف تتنقل هذه الستيت من بعضها. يعني هنا باجي بشوف 00، اما بروح لل 00 في حاله الاكس صفر، يعني لما الاكس صفر، لما الاكس صفر النكس ستيت هاي الاكس، هذه تمثل الاكس. ولما يكون الاوتبوت عباره عن مور، هذا الاوتبوت واي بنحطه هون، لانه بيعتمد على الاكس، بيعتمد على الانبوت، ممكن يتغير في اي لحظه.
الآن بنمشي مع الدائرة هون، الزيرو زيرو بروح على الزيرو زيرو في حالة الصفر وبعطيني للأوتبوت واي صفر، وبروح على الزيرو ون، بدي أروح على الزيرو ون في حالة ما بتكون الإكس واحد، بحط الإكس واحد شو راح يعطيني في الحالة هاي؟ بيعطيني أوتبوت واي قيمته صفر، عفوا زيرو زيرو، برضه راح يعطيني زيرو. نرسمها عن طريق المؤلف. اوكي نمسح اللي حطيناه احنا هون. فهنا الزيرو زيرو بروح على الزيرو 1 لما الاكس واحد وبيعطيني اوتبوت قيمته صفر على الواي. الان الزيرو 1 بنشوف انها بتروح على الزيرو زيرو، لذلك راح اشوف سهم برجع على الزيرو زيرو في حاله الاكس زيرو، وبتروح على ال 1 1 في حاله ال 1، لذلك الدائره الثانيه راح تكون ال 1 1 بالنسبه للزيرو 1. بالنسبة لل 1 1 راح نلاحظ انها اما بتروح على ال 1 0 او بتروح على ال 0 0. راحت على ال 0 0 في حالة الصفر، وراح تروح لنفسها على ال 1 0 عفوا في حالة ال 1. ال 1 0 اما بتروح على ال 0 0 او بتروح على نفسها في حالة ال 1. وهذا بنسميه احنا الستيت دايجرام، وهي تعطيني صورة جرافيكس عن عمل الدائرة التعاقبية. واضح يا اخوان؟ عندي 23 طالب، في حدا صاحي؟ واحد يرد؟ واضح دكتور، واضح. شكرا يا عمي، شكرا، الله يرضى عليك. طيب انا بصيب لي اكتئاب لما بحدش برد. اوكي نشوف الان دائره اخرى من دي تايب فليب فلوب، ونشوف طريقة رسم الستيت دايجرام تبعها. في شوية اختلاف بسيط. في هذه الدائرة عندي سنجل فليب فلوب، معناها في عندي تو ستيتس اونلي، اما ستيت الزيرو او ستيت ال1. وبدي اشوف كيف التنقل بيناتها، وفي عندي تو انبوتس خارجيات اكس وواي، وانا بعرف ان النكس ستيت هو الموجود على الدي، الدي الموجود عليها هو الاكسكلوسيف اور للاكس مع الواي مع الاي. وهذا سميناه احنا سابقا ايش يا شباب؟ سمينا الاكسكلوسيف اور، هذا الاكس اور فانكشن سميناه الاود فانكشن، تذكروا؟ شو يعني اود فانكشن؟ مين بده يجاوب لي؟ ترى ان الونز لازم يكونوا فردي واحد او ثلاث او هيك خمسه، انبوتس على الاكس اور لازم يكونوا فرديات. اوكي فانا كانه في عندي اكس كلوزيف اور وعليها ثلاثه انبوتس اللي هم الاي والاكس والواي، فاذا كانوا هذول اود شو بكون الاوتبوت عندي هون؟ 1، بكون واحد، واذا كانوا ايفن بكون ايش؟ زيرو. زيرو، فهذا بيسهل علينا ملء التيبل تبعته. هنا في عندي 0 0 0 زوجي ولا فردي؟ زوجي. اذا راح يكون ايش عندي؟ زيرو. صفر 0 0 1 فردي ولا زوجي؟ 1. ممتاز. 0 1 0 1 ممتاز. 0 1 1 0 لانه زوجي. 1 0 0 1 1 0 1 صفر 0 1 1 0 اخر واحد 1 وهو ال 1 1 0 0 ممتاز. One. الان الستيت دايجرام في هالحاله هاي فيها شويه اختلاف عن السابقه، انه في بعض عندي بعض الاسهم متشابهه. يعني مثلا في عندي هون الاي لما بتكون صفر، في عندي حالتين بتروح فيها على الزيرو. الـ A بتروح على الزيرو إذا الـ X والـ Y كانت صفر صفر، والزيرو بتروح على الزيرو أيضا في حالة الـ 1 1 الـ Next State إلها. إذا أنا كان الأصل إنه أجي أقول أوكي في عندي سهمين، سهم لما الـ X Y بكون قيمتهم صفر صفر، هذول الـ X والـ Y،
وسهم اخر لما الاكس والواي قيمتهم 1 1. قال لك ما دام هذول السهمين بيؤدوا لنفس الستيت هاي، قال لك بامكانك تدمجهم هذول بسهم واحد وتحط الاكس والواي وبيناتهم فاصله. يعني في حاله الزيرو زيرو وفي حاله الون ون حاله الصفر بترجع لنفسها. وهي طريقه علشان نمثل فيها الستيت دايجرام. فانت مش بالضروره دائما تشوف الاسهم هون، يعني عندي انا تو امبوس معناته راح يكون في عندي 4 اسهم طالع من كل ستيت، لكن ما شرحت اشوف 4 اسهم لانه حطينا اللي ضغطناهم في سهم واحد لكل حالتين ضغطناهم في سهم واحد. اذا لاحظ معي انه الحالتين هذول الزيرو زيرو والون ون حطيناهم في سهم واحد مثل ما احنا شفنا على اليمين هون. راح تلاحظ انه في حالة الزيرو الزيرو بروح على الواحد في حالتين، الصفر هذا بروح على واحد في حالتين، اما في حالة الزيرو ون اوكي، وفي حالة الون زيرو بروح على الواحد. عشان هيك راح تلاحظ انه عندك علشان يروح على الواحد برسم لك اياها هيك، انه عشان يروح على الواحد حاله الزيرو 1 وحاله الون 0. خلينا نشوف رسم احسن من المؤلف. هاي رسمها هيك 0 1 1 0. واذا كملت طبعا راح يطلع معاك الواحد بروح لنفسه في حالة الزيرو زيرو وفي حالة الون ون، وبروح إلى الزيرو في حالة الزيرو ون والون زيرو. إذا لما بتشوف على السهم أرقام لايك ذيس بيناتهم فواصل، اعرف إنه هذا السهم يمثل أكثر من سهم، يعني هذا السهم عبارة عن سهمين. واضح يا شباب؟ هلو. والله الله يعطيكم العافية، ونشوف الإصلاح اللي بعده. الآن راح نيجي على How do we analyze sequential circuit لما بتكون نوع جي كي فليب فلوبس. الان الامور بتبلش تصير اصعب شوي، لانه الجي كي عندي 2 انبوتس بدي اخذهم في عين الاعتبار. بنفس الطريقه اول شغله بسويها كل فليب فلوب اوتبوت بطي رمز، وهنا اعطينا اي وهنا اعطينا بي، في عندي انبوت خارجي واحد، ما فيش عندي اوتبوتس الا هم نفس الستيتس. اوكي الآن بكتب معادلات الجي والكي لكل واحد. لاحظ حطينا جي اي عشان نميزهم عن بعض. أظل جي اي عبارة عن البي جايين من البي، وهذا الكي اي جاييني اند جيت ما بين الاكس برايم مع البي. أما الجي بي فبنلاحظ أنه جاء مباشرة من الاكس برايم، والكي بي اكسكلوسيف اور ما بين الاي وما بين الاكس. واضح كيف كتبنا الايكويشن تبعات الانبوتس. الان انت معك طريقتين الان في ملء الستيت تيبل، اما تكتب النكست ستيت ايكويشن للاي اوف تي هي جي في كي بار في كيو بار عفوا اور كي بار في الكيو، بتحط محل الجي اي قيمتها، جي اي قيمتها بي، الكيو تبعت الاي سميناها اي لذلك الكيو بار راح تكون اي بار. اللي بعدها عباره عن الكي بار، الكي بار عباره عن من هنا بستنبط انه الكي بار از ايكوال تو بي اور بي برايم اور اكس. فأنا بدي أجي أحط محل هذا بي برايم أور إكس وأعملها أندنج مع الأي، عشان هيك طلع عندي أي بي برايم وأي إكس، لأني عملت أند ما بين الأي والبي برايم أور إكس. الآن بنعبي الستيت تيبل، بنكمل النكست ستيت إيكويشنز للبي أوف تي بلس 1 بدلالة الجي والكي تبعهم. عندي هون الجي بي إكس برايم، أوكي بدي أعملها أندنج مع البي بار. وعندي هون الكي بي عباره عن اكسكلوسيف اور، الاكسكلوسيف اور لما تعمل له كومبلمنت بصير اكسكلوسيف نور. ف
فأنا عندي A exclusive or B معناها complement بتصير ال exclusive NOR اللي هي A bar B bar or A B هذا عبارة عن X NOR. فعندك الـ A بار B بار والـ A B أود مع بعض بده تحطهم محلهم تحطهم محل الكي بار هون لكن تحط محلهم A بار B بار أو A B وتعملهم أندنج مع عفوا أنا عندي مع الـ X هون سوري هاي كانت مع الـ X هاي X هاي X فأنت عندك الـ A بار X بار A بار X بار or A X هذا بالنسبة للكومبلمنت الـ Exclusive or اللي هو اكس نور فانا بدي احط هون كي بار يعني الكومبلمنت الاكسكلوسيف اور فراح تطلع الاي اكسكلوسيف نور اللي هي اي بار اكس بار في الاي اكس بدك تعملها اندنج مع البي عشان هيك يطلع معك اي اكس في بي هذه بدي نعملها اندنج مع البي كي بار في بي فهذا كله بدي نعمل له اندنج مع البي عشان هيك طلع معاي اي بي اكس وطلع معاي اي بار اكس بار بي اي بار اكس بار بي وعندي طبعا الحد الاول اللي هو جي بي في كيو بار اللي هو بي بار في الاكس بار الان ملء الستيت تيبل ممكن تملأها مباشره من المعادلات اللي طلعتها للنكست ستيت هذه طريقه يجي مثلا على النكس ستيت للاي تقول اوكي انا عندي الاحتمال الاول اي بي اكس 0 0 0 حسب المعادله هون انا عندي اذا البي صفر هذا الحد راح يكون صفر اذا الاي صفر هذا الحد صفر واذا الاكس صفر هذا الحد صفر فالثلاث حدود راح تكون زيرو راح تيجي تقول هذا راح يكون صفر بدك تقعد تمشي مع كل واحد لحالها في الواقع راح تكون تايم كونسيومينج وعرضه للخطا اذا ممكن بهذه الطريقة أنا أعبر الستيت تيبل لكن راح تستهلك مني وقت طويل وممكن أغلط. الأفضل من هذا يا إخوان إني أعمل ما يلي. أعبي في الأول الجي والكي. الجي والكي معادلاتهم أسهل. الجي إي مثلا يساوي البي، رأس ماله أجي على البي وأنسخه على الجي إي. 0 0 بحطه هون 0 0. 1 1 بحطه هون 1 1. 0 0 1 1 نسخت البي على الجي اي الكي اي بي في اكس برايم فلما الاكس 1 راح يكون صفر ولما في عندي اكس 1 راح يكون صفر وين ما عندي الاكس صفر راح يعتمد على البي وهنا عندي الاكس صفر البي صفر معناها راح يكون صفر وهنا عندي البي 1 راح يكون ما راح يكون واحد هنا البي واحد وهنا البي صفر راح يكون صفر وهنا البي واحد راح يكون واحد فهيك بنكون عبينا الجي اي والكي اي الان شو باجي بقول اوكي انا عندي تروث تيبل معروف للفانكشن تبع الجي كي الجي كي كيف يعمل؟ يعمل كالاتي 0 0 نو تشينج 0 1 بيعمل كلير 1 0 بيعمل ست خزن واحد يعني و 1 1 بيعمل طقل يعني بيعكس ليه طق سو باجي لهون بقول الان ايش اللي عندي انا عندي 0 0 هون معناها راح تعمل نو تشينج نو تشينج يعني الصفر سيبقى صفرا
زيرو زيرو برضو نو تشينج، الصفر راح يظل صفر. 1 1 طقل معناها الصفر راح يصير واحد. 1 0 set يعني راح اخزن واحد اجباري. 0 0 no change الواحد راح يظل واحد. 0 0 no change الواحد راح يظل واحد. 1 1 طقل الواحد راح يصير صفر. و 1 0 set وهيك بكون خزنت للاي. بنفس الطريقة ممكن أكمل الباقي للبي، بس البي عشان أكمل لازم أعبي الجي بي والكي بي. فخلينا نشوف المؤلف وراك كيف الأمور. لاحظ البي هون لأنه عندي 1 0 بعمل ست، 1 0 بعمل ست إجباري بخزن واحد للبي. أوكي 0 1 بعمل كلير، 1 0 بيعمل ست لذلك البي راح يصير واحد، بينما الاي راح تعمل طقل فراح يصير برضه واحد. 0 1 بالنسبه للبي راح تعمل كلير لذلك راح يكون في عندي صفر هسه هون، و 1 0 بتعمل ست لذلك راح يكون عندي 1 0 النتيجه. الان 1 1 بالنسبه للبي طقل، فالبي عندي قيمتها صفر راح تصير واحد. 0 0 نو تشينج الاي واحد راح يظلها واحد، لذلك راح اشوف الان بيطلع عندي 1 1 بالنسبه للاي والبي. الآن في عندي 0 0 على الجهتين راح يكون نو تشينج، فال 1 0 راح تظلها 1 0. 1 1 بوث راح يعمل طقل، ال 1 1 راح يعكس ويصيروا بوث 0. 1 0 بالنسبة للاي ست راح تصير فيها 1، 0 0 نو تشينج بالنسبة للبي راح تظل فيها 1. وهيك بنكون كملنا الستيت تيبل. واضح يا اخوان الطريقة الأسهل لملء الستيت تيبل؟ دكتور نعم، يعني احنا هسه نقدر نستغني عن الايكويشن تبعون الاي والبي صح؟ اه اذا طلعت الايكويشن تبعات الجي والكي وهو الافضل، يعني انك تعبي اعمده الجي والكي. لانه انا لما باجي بقول والله انا في عندي الجي والاي كانت قيمتهم صفر صفر، كان عندي هون صفر وعندي هون صفر، النكست ستيت لما بيجي بلس هنا هذا راح يعمل نو تشينج، فإذا كان قيمته صفر راح يظلها صفر، وإذا قيمته واحد راح يظلها واحد. لذلك في حالة الزيرو زيرو هون قيمة الـ A صفر راح يظلها صفر. أوكي؟ أسهل إني أعبي بالطريقة هذه. واضح؟ واضح دكتور. طيب الآن نيجي نرسم الـ State Diagram. الـ State Diagram هي تمثيل آخر للـ State Table. بنلاحظ الزيرو زيرو أول حالة هاي هون. إلى احتمالين. هاي 0 0 في حاله الصفر بتروح على 0 1، وفي حاله الواحد بتروح على 0 0. لذلك راح تشوف انه في حاله ما يكون الانبوت اكس عندك واحد راح تلاقي انه 0 0 بيرجع لنفسه، وفي حاله الزيرو بروح على 0 1 راح تلاقيه بروح على 0 1 في حاله الواحد. خلينا نكمل. العكس في حالة الواحد ظلت نفسها، وفي حالة الزيرو راحت الزيرو وان. أنا أخطأت في النقل. أوكي نحن نطلع على التيبل هون، الزيرو زيرو الزيرو زيرو راحت إلى الصفر واحد في حالة ما كانت الإكس زيرو، فعشان هيك في حالة الإكس زيرو راح تروح على الصفر واحد، وفي حالة الواحد الزيرو زيرو بروح على نفسه. عشان هيك بنلاحظ السهم هذا بيرجع لنفس الستيت. واضح يا شباب كيف رسمنا اول دائره؟ واضح يا اخوان؟ هلو واضح دكتور. واضحه دكتور. طبعا بتكمل الزيرو 1 لوين بروح؟ حسب ما احنا شايفين هون الزيرو 1 بروح لل 1 1 في حاله الزيرو، عشان هيك الزيرو 1 راح يروح لل 1 1 في حاله الزيرو، وبروح الى ال 1 0 في حاله الواحد. لذلك راح نشوف الان ده رسمه راح يطلع عندي ال 1 0 في حاله الواحد بروح عليه، ال 1 0 بروح لل 1 1 في حاله الاكس 0، وراح تلاقي ال 1 0 هذا راح يعطيني سهم على ال 1 1 في حاله الزيرو، وراح يروح لنفسه في حاله الواحد.
ال 1 1 اللي هو اخر سطرين هون بروح لل 0 0 في حاله ال 0 وبروح لنفسه في حاله ال 1. وهيك بكون رسمنا الستيت دايجرام. واضح يا شباب كيف رسمناها وكيف حبيناها؟ في حدا عنده سؤال؟ واضح دكتور، بس تعيد كيف الرسمه لو سمحت. الرسمه من التيبل، من هون نستنبطها من التيبل. نمسك كل حاله على حده هنا، الزيرو حاله الزيرو زيرو هاي بتمثل الاي والبي. لوين بتروح؟ اجي بقول اوكي الزيرو الها طريقين، خلينا نحط اللون الاخضر. الزيرو زيرو هاي بتروح اما للزيرو 1 لما الاكس قيمتها قديش؟ صفر. فبروح بقول سهم بودينا على الزيرو 1 لما الاكس زيرو، هاي الاكس. والزيرو زيرو هذا بروح الى نفسه اذا كانت الاكس قيمتها واحد. عشان هيك بنلاحظ السهم هذا رجعنا على نفسه اذا الاكس واحد. وضحت معاك يا اختي؟ يا بنتي عفوا. دكتور وضحت. لانه اختي بكبرك كثير او بصغر حالي كثير. لا عاد دكتور عادي. الله شكرا. يرضى عليك، الله يرضى عليك انت. نعم. نقدر نعمل دايجرام للفليب فلوب انبوتس؟ لا احنا الستيت دايجرام اسمها ايش؟ ستيت دايجرام، احنا بنحدد الستيتس اللي هم شو راح يصير على الاي والبي وكيف بتغيروا. هاي معنى الستيت دايجرام. اوكي؟ طيب الان احيانا ممكن يكون في عندي اوتبوتس مرتبطه بالستيتس اللي هون، مثلا لو كان في عندي اند جيت هون بتنطيني الدبليو. هذا الدبليو في الحاله بنسميه مور اوتبوت، انا سبق حكيته يعني. فلانه بيعتمد فقط على الستيتس، اي شيء بيعتمد على الستيت بنسميه مور اوتبوت وبنسميه سنكروس اوتبوت. الآن هذه رسمة أخرى باستخدام التي تايب فليب فلوب، وبدي تنتبهوا إنه في عندي هون إنبوت للريست للكلير. هذا الإنبوت ممكن يأثر على الدائرة بغض النظر عن الكلوك وبغض النظر عن الإكس، فهو أقوى من أي شيء. يعني هذا الريست إذا حطيت عليه زيرو على طول هذا بصير زيرو وهذا بصير زيرو، والدائرة مهما أجاها بلسز هون بتعملش، لانه الريست بيحجب عمل الاكس اقوى، لانه اقوى منهم. مثل ما شفتوا الريست هذا على طول بياثر على الاتموس ما بستناش كلوكس. فلذلك راح نشوف انه لما الريست بكون عليه زيرو الدائره هاي بتوقف عن عمل وبتصفر. وراح نشوف تطبيقات هذا الريست في دوائر قادمه ان شاء الله، له اهميه طبعا. علشان تعمل هذه الدائرة لابد احط الريست واحد، يعني ما بصير الدائرة هذه اشغلها على الكلوك الا اذا كنت مثبت الار على قيمة واحد. فعشان تشتغل والستيت تتغير من ستيت لستيت لابد اكون حاطط على الريست هنا قيمة واحد. طيب خلينا نشوف كيف بتعمل. طبعا لاحظ انه الكلوكس كلها مربوطة على نفس السورس، عشان هيك احنا بنسميهم، احنا هذول الدوائر بنسميهم سينكرونس سيكونشال سيركتس. سينكرونس سيكوينشال سيركتس. السبب انه الاوتبوت على جميع الفليب فلوبس يتغير بنفس اللحظه، لانه بتجيهم الكلوك مع بعض. الكلوك لما بتيجي هون ايضا تاتي هنا. لذلك هذا اذا بده يقلب من صفر لواحد وهذا بده يقلب من واحد الى صفر بيقلبن مع بعض. عشان هيك بنسمي الدائره سينكرونس سيركت، لانه الاوتبوت تبعها متزامن مع البلس مع بعضها جميع، كلها بتتغير مع نفس بنفس اللحظه. واضح يا اخوان ليش بنسميها سينكرونس؟ واضح دكتور. طيب خلينا الان نحلل الدائره. التحليل طبعا ان نحاول نوجد ايش موجود على التي. واضح انه عندي اكس اندد مع البي، وعندي بالنسبه للتي بي جاي مباشره من الاكس.
اوكي الان النكست ستيت ايكويشن هي اكسكلوسيف اور ما بين الانبوت تي وما بين البريزنت ستيت. فانا بقول طبعا واي اوتبوت في عندي الان واي، واي هذا قلنا بنسميه مور اوتبوت، هذا مور اوتبوت لانه بيعتمد فقط على الاي والبي. الان هذا الاوتبوت راح نشوف شو معناه. طيب بعد شوي راح نشوف يعني شو الاكس وشو الواي هذول معانيهم في الدائره فعليا. لما نيجي نحلل الدائره هذه بناء على المعادلات النكست ستيت الاي راح يكون اكس اكلوسيف اور ما بين الانبوت تبعها اللي هو بي اكس وما بين الاي، ف راح نكتب المعادله النكست ستيت اي اوف تي راح تكون اكس اكلوسيف اور ما بين الانبوت بي اكس وما بين الاي، عشان هيك طلعت معي المعادله هذه. وبالنسبه للبي راح تكون الاكسكلوسيف اور ما بين الاكس والبي. طيب الان كيف بنعبي التيبل؟ يفضل اني اعبي التي الاي والتي للبي في الاول. فباجي بقول التي اي عباره عن بي اكس، يعني اد ما بين البي والاكس. ما بتعطينيش واحد الا اذا البي والاكس قيمتهم بوث لوجيك 1. فعندي بوث لوجيك 1 عندي هاي الحاله وعندي هاي الحاله. فهنا بقول التي اي راح يكون واحد بس في الحالتين هذول. هاي وهاي. والباقي على طول بحطه اصفار، ما في داعي اقعد اتبع المعادله. التي بي اكس معناها راح يكون صوره عن الاكس، خلينا نحط لون ثاني. زيرو وان زيرو وان زيرو وان، خلينا نكبر الخط شويه. زيرو وان زيرو وان، سوري اللون شويه فاتح. زيرو وان زيرو وان، صورة طبق الأصل عن قيمة الإكس. التي بي عفوا 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 حطيت على الواي، هذا التي بي هو صورة عن الإكس. 0 1 0 1 0 1 0 1. الآن باجي بقول أوكي. بالنسبة للواي عبارة عن تعتمد فقط على الأي بي. الآن عادة ما بنحطش الواي هون يا اخوان، غلط اني اجي احطها بالستيت تيبل لاجنس. الواي بعمل لها تيبل لوحده. باجي بقول اوكي الواي از ا فانكشن اوف فقط من الاي والبي، لا تعتمد على الاكس. وبالتالي باجي بقول تيبل صغير هيك على جنب للواي. لانه الواي مور اوتبوت، المور اوتبوت بنحط لحاله. راح يكون زيروز وفش غير واحد عند اخر حالي. اذا من الخطا اني احط الاوتبوت واي هون، هذه خطا بالسلايد. طيب الان كيف بشوف النكست ستيت؟ انا بعرف في حاله الزيرو التي، في حاله الزيرو في حاله الزيرو تعني لي نو تشينج، وفي حاله الواحد تعني لي طقل، يعني اعكس المحتوى. فباجي بقول اوكي انا التي اي هون عندي ثلاث اصفار، معناها راح يكون نو تشينج بالنسبه للاي في الثلاث حالات الاولى. فعندي هون ثلاث حالات اولى زيرو، راح يظلها زيرو. نحط لون. اذا اول ثلاث حالات هذول عارفهم راح يكونوا صفر، لان التي اي عندي صفر. عند الواحد راح تعمل طقل، فالزيرو راح يصير واحد. بعدين عندي ثلاث اصفار بنو تشينج، عندي الواحدات هذول راح يظلوا زي ما هم، فراح يكون عندي واحد 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 لانه نو تشينج. اخر حاله في عندي طقل، معناته الواحد راح يقلب لزيرو. واضح يا شباب كيف عبينا النكست ستيت للاي؟ هلو واضح دكتور.
طيب اللي قلتي واضحه، عبي معي تعال شوف. بالنسبه للبي، التي بي هو عندي صفر واحد، معناها نو تشينج طقل، نو تشينج طقل، نو تشينج طقل، نو تشينج طقل. اول واحد نو تشينج زيرو، شو بده يظل؟ زيرو. اللي بعديها طقل زيرو، شو بده يصير؟ 1. اللي بعديها نو تشينج الواحد، شو بده يظل؟ 1. بعديها طقل الواحد، شو بده يصير؟ زيرو. زيرو نو تشينج، شو بده يظل؟ زيرو. زيرو طقل نو تشينج 1، طقل واحد، واحد نو تشينج واحد، واحد طقل زيرو 1. وهيك بنكون عبينا الستيت تيبل. ان شاء الله تكون صح. زيرو 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 1 زيرو 1 زيرو 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 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 و 1 1 0 0. الحمد لله ما فيش اي شيء خاطئ. بالنسبه للواي معنى مالها في تيبل لحالها، ما بيجوز احطها هون، لانه هذا الستيت تيبل لما بحط الاوتبوت هون كاني بقول هذا فانكشن من الاي والبي والاكس، فعليا هو فانكشن فقط من الاي والبي، وبنسميه مور اوتبوت. فالمور اوتبوت بنعمل له تيبل لوحده وبنحط مثل ما انتم شايفين عندي هون. الان خلينا نشوف التايمينج او الستيت دايجرام. طبعا بالنسبه للواي كما قلنا ما بتكونش واحد الا لما الاي والبي بوث لوجيك وانز. لما نيجي نعمل ستيت دايجرام، لاحظ الزيرو زيرو بروح على الزيرو زيرو في حاله الاكس صفر، بروح على الزيرو 1 في حاله الاكس واحد. لما تعملها راح يطلع معاك ما يلي. الان الخطا الموجود هون كمان ما يلي، هذا الاوتبوت واي ما بنحطش هون. لما بكون الاوتبوت مور بنحط جوا الستيت، لانه فانكشن اوف ذا ستيت اونلي. فهون بحط الواي، اذا الواي تبعتي بتكون جوا الدائره. في حاله المور اوتبوت، المور اوتبوت بنحط جوا الدائره، لانه فانكشن اوف اي اند بي الون. فراح تلاقي انه في حاله 0 0 الواي 0، في حاله 0 1 راح يكون برضه صفر، في حاله ال1 0 راح يكون صفر، فقط في حاله ال1 1 بكون قيمته واحد. اذا كمان رسمه الستيت ديجرام هنا فيها خطا يا اخ شباب، انتبهوا لهي النقطه. رسمه الستيت ديجرام هذه خاطئه. اذا اللي لازم نرسمه بالنسبه لل لا الاوتبوت، انه الاوتبوت نضعه داخل الدائره، هنا بنحط الواي. لانه الواي بيعتمد فقط على الستيت، هذول بيمثلوا طبعا الاي والبي. هذول بيمثلوا الاي والبي. فانا عندي اربع ستيت لانه الاي والبي لهم اربع احتمالات. الان ايش بتلاحظوا بالنسبه للستيت دايجرام هذه؟ لو مثلنا الباينري باترن هذا اللي عندي بالارقام العشريه، صفر لوين بروح؟ في حالة ال1. صفر عشري لوين بروح في حالة ال1؟ في حالة الاكس واحد اين يذهب؟ ايش حدا بيجاوب؟ على الزيرو 1 او ال1 0. لا في حالة الواحد لوين بروح؟ الواحد 0 1. خلينا نتبع لما في حالة الواحد، بعديها لوين بروح في حالة الواحد؟ ال1 0. اللي هي عشريا قديش؟ اثنين. وبعديها لوين بروح؟ ال1 1 اللي هي؟ ثلاث. ثلاث، إذا صفر، واحد، اثنين، ثلاث، ورجع لوين؟ للزيرو. هذا بنسميه عداد احنا، بنسميه ايش؟ عداد. كم بت له؟ له 2 بتس، بنسميه 2 بت سينكرونس كاونتر. هذا عبارة عن 2 بت سينكرونس باينري كاونتر. الآن هذا الكاونتر بنلاحظ انه بعد فقط اذا الاكس واحد، ثم يتوقف عن العد في اي مكان وصل له. مثلا اذا وصل للواحد وصار الاكس زيرو بظل في الواحد، يبطل يعد بالمرة. وين ما وصل بيثبت فيه اذا صار الاكس زيرو. فهذا الاكس يا اخوان نسميه في العدادات عادة نسميه كاونت انيبل. هذا الاكس،
عاده ما نسميه count enable، لانه it enables the counter or disable it. اذا حطيت عليه واحد العداد عد، حطيت عليه زيرو العداد عمل هالت وعمل توقيف، عمل فريزنج. واضح يا شباب ايش بنسمي هذا الانبوت عاده في العدادات؟ طيب الان الاوتبوت واي بنلاحظ انه صار واحد في اي عده؟ في العده الاخيره للعداد. يعني العداد تبعي كان صفر ذهب الى الواحد ثم ذهب الى الاثنين ثم ذهب الى الثلاث ثم رجع من الثلاث، بعدين رجع من الثلاث الى الزيرو. العداد اللي بيمشي هيك بنسميه عداد تصاعدي. So this is a two bit يعني synchronous counter that counts up. Up counter بسموه. الان بنلاحظ انه لما بيصل العد النهائيه اللي هي اعلى عد فيه، الواي هنا اصبح قيمته واحد. ولذلك هذا الواي احيانا يسمى التيرمينال اوتبوت، لانه انا وصلت للتيرمينال، وصلت لاخر حالي. تيرمينال اوتبوت. تي او احيانا بيرمزوا له بتي او في العدادات. واحيانا بسموه الماكس لانه بيعطيني واحد لما وصل اعلى قيمه، او المن اذا كان عدد تنازلي ووصل لادنى قيمه. فالان بلشت الامور ان شاء الله تتضح لكم بالنسبه للسيكونشال سيركس، انه ممكن نبدا منهم ما يسمى سينكرونس كاونترز. السينكرونس كاونترز هي العدادات التي تتغير فيها الفليب فلوبس بتناسق موحد مع الكلوك. واضح يا شباب اللي حكيناه؟ هلو دكتور، في حدا عنده اي سؤال بالنسبه للدائره هذه؟ طبعا الدائره هذه ممكن احنا يعني نعمل منها 3 بت 4 بت كاونتر. راح نشوف كيف بنصمم. ممكن ان تصمم بحيث يكون عداد يعني من 4 بيتس، من 8 بيتس الى اخره. راح نشوف ان شاء الله احنا في التصميم كيف بنصمم العدادات، بس هذا في شابتر 6 راح نشوف تصميم العدادات اللي هي سينكرونس. راح نشوف يعني طرق اسهل لتصميمها. لكن في شابتر 5 احنا تصميم السيكونشال سيركت، بغض النظر هل السيكونشال سيركت راح تكون عداد او غير عداد. يعني السينكرونس سيكونشال سيركت ليس بالضروره ان تكون عداد، لكن احد الفانكشنز تبعت السينكرونس سيركت ان تكون تعمل كعداد. واضح يا شباب؟ الله يعطيكم العافية ونراكم إن شاء الله في الحصة القادمة. دكتور عملت إند أنا، تفضل. دكتور بالنسبة للمحاضرات اللي مش موجودة على اليوتيوب، تقدر تنزل لنا اياها على ملف درايف وتنزله على الليرنينج؟ لانه دكتور مرات الواحد بيضطر يعيد الفيديو اكثر من مره. ما هو يا بنيه، يا بنيه انت اللي وديت الايميل؟ علقت لك على اليوتيوب. يا حبيبي يا عزيزي، انا مرات تنقطع عند الكهرباء، يعني مره انقطعت الكهرباء اثناء المحاضره، فلما تنقطع الكهرباء على الجهاز بصير عندي اشكاليه، ما بعملش الزوم اكمال لتسجيل المحاضره، يعني ما بسجلهاش. بقدرش ارفعها على اليوتيوب او على اي مكان اخر، لانه في فورمات انتم بتقدروش تشوفوها، ولا انا حتى بقدر اشوفها، يعني بتكون في فورمات لابد من تحويلها. ففي عندي محاضرتين صار في عندي فيها هاي الاشكاليه. هذول المحاضرتين ابقى روح يا اخي على محاضرات المهندس ماهر، او الى محاضرات قديمه انا احضرها. لا دكتور، المحاضرات القديمة مش موجودة. طيب دكتور في ناقص موجودة؟ لا كيف مش موجودة؟ موضوع مثلا الاوفر فلو. لحظة وقف شوي، بتقول محاضراتك القديمة مش موجودة، انت دخلت على الانترنت؟ انا فتحت اليوتيوب. اليوتيوب على وين؟ فتحته على المحاضرات القديمة؟ فتحته، نبلش من شابتر 4. طيب ما احنا بأي شابتر هسه؟ احنا بخمسة حاليا. طيب المحاضرات اللي انت بتسأل عنها موجودة في أي شابتر؟
هي موجودة بشابتر 4 اللي هو الأوفر فلو، والموضوع اللي بعده الماجنيتيود إشي ماجنيتيك كومباراتور. بالضبط. هذا مش مشروع على اليوتيوب بالمحاضرات القديمة. معقولة؟ آه دكتور، أنا فتحت وشفت امبارح. طيب ماشي. على كل، إذا أنا ملقي يعني، أنا قلت لك يعني صار في عندي مشكلة تقنية. إذا عندك أي سؤال اقرأه من الكتاب، عندك أي سؤال ممكن نعمل يعني حصة زوم زي مراجعة هيك ونفهمك إياها. أنت ليش ما حضرته أونلاين؟ طيب عفوا. أنا مثل ما حكيت لك دكتور، مرات يعني بتنجبر تعيد المقطع أكثر من مرة لحتى تفهم الموضوع، يعني على كل، أكثر هيك بحضر أوفلاين أحسن. على كل يا سيدي العزيز، الأصل إنك تحضر أونلاين، والأصل إنك تسأل أثناء المحاضرة، وهي أنا بتعب حالي وبصحى من الصبح وبكون مجهز محاضرتي. الأصل إنك تحضرها أونلاين وتسأل أسئلتك، أما إنك تنتظر للأوفلاين أنا صار عندي مشاكل تقنية. بعدين محاضرات المهندس ماهر موجودة برضه، ارجع لمحاضرات المهندس ماهر عند اللزوم. انا خلاص راح تمام ادور عليها، اذا ما لقيتهاش يعني ممكن اسجل لكم شغله برانيه. دكتور. بس محاضرة السبت نازلة صح على الليرنينج؟ نزلتها انا، نزلتها اليوم. انا خلاص تمام دكتور. كان عندي مشوار وطلعت. السلام عليكم. دكتور.